القامة بعد هذا الموضوع راح يحسون نفسهم طوال كلش. ايش قد طولك؟ 174. ما شاء الله. اوكي خلينا نشوف خلينا نشوف الموضوع الاول اللي رصدناه لكم هو عن قائمة اقصر الناس في العالم، وبالتالي الكولومبي ادوارد هو اللي يتصدر هذه القائمة. طبعا كشفت موسوعة غينيس عن هذا الموضوع هذا الاسبوع، عن قائمة اقصر النساء في العالم والناس في العالم والبلدان التي عاشوا فيها. طبعا عندنا اولا امريكي اللي هو عام 1810 كان طوله 67 سنتيمتر بس، يعني ماكو 100 ماكو متر، هو اقل من المتر، نص متر وشويه. هذا الامريكي الاول. اما بالنسبه للمكسيكيه لوسيا اللي هي كان طولها 67 سنتيمتر عام 1881، فضلا عن البريطانية اللي كان ما يتجاوز طولها 56 سنتيمتر فقط، يعني أرقام أمانة صادمة، كانت 1955. أما بالنسبة لوقتنا الحالي فنضمت القائمة أسماء أيضا صينية، فالصينية كان طولها ما يتجاوز 75 سنتيمتر، والأمريكية والهندية أيضا كلهم أطوالهم كان ما تتجاوز 75 سنتيمتر. أما بالنسبة حاليا فهو فقط إدوارد اللي هو الكولومبي اللي حاليا طوله 72 سنتيمتر. طبعا وإحنا نعرف دائما بسبب التعقيدات الصحية أنه قصار القامة يتوفون بسرعة، فهذه القائمة وهذولا اللي هم أقصر الناس في العالم عندنا فيديو خلونا نشوفه. Chao. Cuídate. Gracias, amigo. Conquista, ¿por qué? Porque yo tengo una buena sonrisa, tengo buenos ojos, tengo buenos ojos, ojos bonitos, porque hago así. Mi amor platónico es Megan Fox, porque es bonita, porque es bueno, no es tan así, bueno. Morena, porque me gustan morenas, porque son bonitas, son los ojos son bonitos, los ojos de como verdecitos, porque es así. No, pero es que eso no es el ajo, es como crema. Que no me vean como es, que no me digan enano, porque eso es malo, eso es fastidio, eso es ya costumbre. Yo puedo lograr lo que yo quiera, no importa el tamaño, no importa la estatura. جميل جدا الفيديو، والاجمل من هذا الموضوع انه هو حاب حياته، عايش حياته مثل ما هو يريد، مستمتع ومبتسم. اليوم يمكن من خلال هذا الفيديو ايضا احنا نوجه رساله انه يعني كل انسان يكون قنوع وراضي عن نفسه باي تفصيله يعيشها، باي جانب عنده بحياته يكون مقتنع بها. شفنا الابتسامه ايش قد جميله وهو بعد دخل العالميه خلاص. يعني هواي اكو ناس تتنمر على القصيرين القامة، الله سبحانه وتعالى ما ينطي عيب لأي شخص، يعني حاشا لله إذا ما يفيده بحياته،
إذا ما يستثمر بحياته بالشكل الصحيح. يعني وخير دليل هذا الشخص اللي دخل موسوعة جينيس. إيش قد طوله؟ 72.20 سنتيمتر. حلو. فمثل ما ذكرت هالة قبل شوي، يعني أنه كل إنسان يعيش حياته ويعيش حريته ويعيش مثل ما هو حاب. يعني الله سبحانه وتعالى من خلقنا بهذه الحياة خلقنا أحرار، أنه كل شخص يعيش حياته بشكلها الطبيعي، بعيد عن موضوع التنمر، بعيد عن موضوع الانتقادات، بعيد عن موضوع الأمور السلبية. لأن كل شخص إذا كان حاب ينتقد شخص آخر فخلي بالبداية يحاسب وينتقد نفسه قبل ما ينتقد أي شخص مقابل إليه، لأنه ماكو إنسان خالي من العيوب. أكيد. يعني أنا ممكن أنه اليوم عندي طول مناسب، ممكن عندي شكل مناسب أو جسم مناسب، من أنظر الغيري بنظرة أنه أنا أفضل منك، لا، يمكن أنه أنا عندي عيوب أكثر من الشخص المقابل. فدع الخلق للخالق، وكل إنسان يعيش حياته مثل ما هو حاب يعيشها. هذا الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني نسيت.